طابت أوقاتكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج متن الخبر، نستعرض فيها أبرز ما أوردته الصحف العالمية والعربية والفلسطينية لهذا اليوم. استيطان وتهويد وجرائم إسرائيلية متواصلة بحق الشعب الفلسطيني، أبرز ملفات جولة متن الخبر لهذا اليوم في الصحف الفلسطينية. نبدأ مشاهدينا من صحيفة القدس، حيث جاء في حديثها لهذا اليوم هجمة استيطان وتهويد غير مسبوقة. فتقول القدس في حديثها: على المستوى السياسي فإنهم في إسرائيل يتحدثون عن احتمال ضم الضفة الغربية، كل الضفة الغربية، وبالتأكيد عن ضم المستوطنات إليهم. وعلى المستوى العملي فإن البناء الاستيطاني لا يتوقف، وكذلك مصادرة الأرض وهدم المنازل وتهجير المواطنين. وتضيف القدس في حديثها: تلقى إسرائيل وهي تقوم بذلك دعما أمريكيا أعمى في كل المجالات، سواء بنقل سفارة القدس أو تأييد الاستيطان صراحة وعدم التحدث عن العودة لحدود 67، وبالدعم السياسي والعسكري لإسرائيل كلما تطلبت الظروف ذلك. وقد اخترعوا في هذه المرحلة العدو الإيراني، وسار الصراع وكأنه إسرائيل وإيراني بعيدا عن القضية الوطنية. الصورة تبدو قاتمة، تقول القدس في حديثها، وفرص الاستقرار أو التسوية صارت خارج البحث. وإساء هذه الحالة الواضحة نقف نحن صامدين مدافعين بما نملكه من إمكانات عن أنفسنا وحقوقنا. إذن مشاهدينا، هذا ما كتبته صحيفة القدس في حديثها. وإلى صحيفة الأيام، حيث الجرائم الإسرائيلية سوية، هذا عنوان مقال بقلم ناصر القدوة، حيث قال حول الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا. وفي هذا العمود حاول القدوة وضع لائحة تضم عناوين السياسات والإجراءات والأعمال التي قامت بها إسرائيل وما زالت تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني بهدف الاستيلاء على أرضه والقضاء على حقوقه وأهدافه الوطنية، وفيها انتهاك لمبادئ القانون الدولي والأحكام والمواثيق الدولية. فيقول ناصر القدوة في هذا العمود: هذه اللائحة كفيلة بإعادة المواقف إلى رشدها وبشكل قوي، ولعلنا نقوم بأرشف التفاصيل هذه الجرائم. متابعة الجرائم الإسرائيلية كافة بتفاصيلها وأرشفتها هي مقدمة المقاومة، والتي يجب أن تكون شاملة ضد كل الجرائم سوية وباستخدام الوسائل القانونية والسياسية والشعبوية والتعبوية. وهنا مشاهدينا استعرض الكاتب هذه الجرائم، فعناوين الجرائم الإسرائيلية هي: أولا، انتهاك مبدأ حق تقرير المصير للشعوب ومنع الشعب الفلسطيني بالقوة من ممارسة هذا الحق وإنجاز الاستقلال الوطني. ثانيا، التوسع الإقليمي المنظم والمخطط في انتهاك لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالحرب أو بالقوة. أيضا يضيف الكاتب: ثالثا، منع اللاجئين من العودة لديارهم وممتلكاتهم والاستيلاء على أراضيهم بالرغم من جهود لجنة التوفيق للأمم المتحدة. رابعا وأخيرا، التمييز المنظم ضد الفلسطينيين العرب من مواطني إسرائيل، وأبرز نموذج هو قانون القومية الذي ينص من بين أمور أخرى على حق تقرير المصير لليهود فقط. إذن مشاهدينا، كان هذا العمود من صحيفة الأيام. وإلى صحيفة الحياة الجديدة، التي نشرت رسالة لممثل اليابان في فلسطين ناكيشي أوكوبو بعنوان: أصدقائي الفلسطينيون لا تفقدوا الأمل أبدا. فيقول ممثل اليابان لدى فلسطين في هذه الرسالة: أكتب لكم اليوم وقلبي يملؤه الحزن لأخبركم عن انتهاء مهمتي كممثل لليابان لدى فلسطين. لقد كانت 4 سنوات رائعة في فلسطين بعد أن مارست حق العودة إليها، وقد حان الوقت للعودة إلى اليابان. ويضيف في رسالته أيضا: عملنا بعزم وتصميم على تعزيز العلاقات الفلسطينية اليابانية على كل المستويات. كنت أرغب دائما بأن يتحقق السلام العادل خلال عملي هنا في فلسطين، لكن للأسف يبدو أن طريق السلام يحتاج إلى زمن أطول للوصول إليه. سأصلي دائما من أجل السلام والاستقرار على هذه الأرض المقدسة. ويختم أيضا: خلال فترة عملي كسفير للشؤون الفلسطينية عملنا على إنجاح العديد من الزيارات الرسمية على أعلى مستوى، حيث قام الرئيس محمود عباس بزيارة تاريخية إلى اليابان، وقام رئيس الوزراء شينزو آبي بزيارة فلسطين
مرتين، كما جاء أيضا في رسالته: رسالتي لكم أصدقائي وأحبتي هي الاستمرار في بناء فلسطين خطوة بخطوة ويدا بيد، وألا تفقدوا الأمل أبدا مهما عصفت بكم أوقات اليأس. اسمحوا للسلام أن ينير طريقكم المشرق، هذا ما فعلناه أثناء فترة نهوض اليابان، وآمل أن نرى دولة فلسطينية مستقلة وحرة في القريب العاجل. إذن كانت هذه الرسالة نشرتها صحيفة الحياة الجديدة لممثل اليابان لدى فلسطين. وبهذا مشاهدينا ننهي جولة الصحف الفلسطينية، نذهب إلى فاصل ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جولة الصحف العربية لهذا اليوم، والتي تطرقت أيضا بالحديث عن الاستيطان وجرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. عبد الحسين شعبان من صحيفة الخليج عنوان ما قاله لهذا اليوم في هذا السياق: الاحتلال الإسرائيلي وهدم المنازل. وهنا مشاهدينا يتطرق الكاتب إلى قرار ما تسمى المحكمة الإسرائيلية العليا في شهر تموز الماضي، يقضي بهدم مبان سكنية تضم أكثر من 100 شقة في وادي الحمص بلدة سور باهر، وتوجهت الجرافات إلى المنطقة وهدمت المنازل بعد إنذار السكان بمغادرتها وسط حماس وهتافات من جانب الجنود الذين نفذوا القرار العسكري بفرح غامر. وهكذا تشرد أكثر من 500 مواطن فلسطيني، كما تعرض البعض منهم إلى الاعتداء لأنهم رفضوا مغادرة المنازل. ويضيف مشاهدينا عبد الحسين شعبان في هذا المقال الذي نشرته صحيفة الخليج: تأتي هذه الخطوة وسط تجاهل دولي، ولا سيما بعد منح واشنطن المحتل الإسرائيلي ورقة بيضاء للتصرف كما يشاء من خلال الاعتراف بسيادته على القدس ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها كجزء من صفقة القرن، إضافة إلى الضغوط التي مورست على السلطة الوطنية الفلسطينية اقتصاديا ودبلوماسيا وإنسانيا وأمنيا. وهكذا فإن مثل هذه العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين العزل يعتبر جريمة حرب مثلما هو جريمة ضد الإنسانية، وهي انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي بما فيها حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير وعلى أرض وطنه وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويختم مشاهدينا الكاتب في هذا المقال: وإذا كان هذا الوجه القانوني لعدم هدم المنازل، فإن الوجه السياسي والإعلامي المباشر وغير المباشر لعملية هدم المنازل له علاقة بالانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في شهر سبتمبر أيلول الجاري، وعلى خلفية دعم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد والمتشبث بالسلطة بوصفه أطول رئيس وزراء حكم إسرائيل منذ تأسيسها. إذن مشاهدينا كان هذا المقال من صحيفة الخليج. مي خالد في صحيفة عكاظ السعودية عنونت مقالها لهذا اليوم: إرهاصات الحرب العالمية الثالثة. وهنا مشاهدينا تقول الكاتبة: منذ أعوام قليلة بدأنا نقرأ على فترات متقطعة مقالات أجنبية لمؤرخين وسياسيين يؤكدون على التشابه بين عصر ما قبل الحرب العالمية الثانية التي مضت منذ 80 عاما وبين العصر الحالي الذي نعيشه. في الحرب العالمية الثانية، تقول الكاتبة، قتل حوالي 70 مليون شخص، هذا عدا الخسائر والويلات العظيمة الأخرى التي لم تخرج البشرية من بعضها حتى الآن. وتضيف الكاتبة: أصحاب هذه المقالات على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم يدعون البشرية لإعادة النظر في كيفية وصول العالم إلى هذا العصر المظلم، ويطالبونهم بالمقارنة بينه وبين العصر الحالي لعلهم يبلغون صيحة النذير. مما يؤكدون عليه أولا هو ما يصفونه بصعود الأنظمة الدكتاتورية التي تهدف إلى الانتقام من الإهانات الجيوسياسية الماضية وإعادة رسم الحدود مثلما يحدث في الصين وروسيا وإيران الآن، وما حدث قبيل الحرب العالمية الثانية في ألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا. وتضيف الكاتبة: ثم هم يشيرون لحواجز الفصل العنصري وإثارة الأحقاد القومية مثل ما يحدث في أمريكا ضد المهاجرين، وما يحدث في إسرائيل ضد الفلسطينيين، وما يحدث في الدول العربية بعضها ضد بعض، ويشيرون إلى خطاب جديد يجد رواجا كبيرا، وهو خطاب يجعل الخير المطلق مقابل الشر المطلق، وهذه فكرة
لم أستوعبها تماما، تقول الكاتبة. وتختم في هذا المقال: ففي ظني أن هذا الخطاب قديم جدا، ولم يزل منذ خلق الله البشرية وأنزل آدم من الجنة ثم طرد منها إبليس. لكن ما أدهشني، تقول في مقارباتهم لعصرنا ولعصر ما قبل الحرب العالمية الثانية، هو انتشار الراديو آنذاك واتساع شريحة مستخدمي تويتر حول العالم في أيامنا هذه. إذن مشاهدينا، كان هذا المقال من صحيفة عكاظ السعودية. ونبقى في إطار جولة الصحف العربية، ونذهب وإياكم إلى جولة في أبرز ما أوردته الصحف اللبنانية لهذا اليوم، والزميلة زينة عبد الصمد. أهلا بك. أهلا بك رايا، وتحية لكم مشاهدينا. نترافق وإياكم في هذه الجولة بين أروقة الصحف اللبنانية، والبداية مع اللواء، حيث كتب عمر البردان تحت عنوان شمع بعبدة أطلق تحذيرا من الأسوأ شد الأحزمة وإن أوجع، ويشير فيه إلى اجتماع القوى السياسية اللبنانية لإطلاق خطة طوارئ اقتصادية، فيقول إن الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى درجة حرجة جدا لا يمكن أن يصحح إلا من خلال مبادرات وقائية وإن كانت موجعة، ولابد من الاعتراف بهذا الواقع وأن يعي اللبنانيون هذا الأمر وأن يتقبلوا ما ستقوم به الحكومة من تدابير في المرحلة المقبلة، باعتبار أن لا خيار أمامها إلا سلوك هذا الطريق بالتوازي مع عملية شد أحزمة على مختلف المستويات إلى القيام بتفعيل الإصلاح أكثر. ناقلا عن مصادر وزارية، يتابع الكاتب إن مهمة النهوض من هذا الواقع الصعب لا تحتمل التأجيل، وتستوجب حسا أكبر بالمسؤولية لتجاوز هذا القطوع الذي شكل خطرا على الجميع. وإلى النهار، ثاني محطاتنا من لبنان. وفي ملف آخر، كتب سمير تويني تحت عنوان مخاوف باريس جدية وتأمل بتقارب أمريكي إيراني، الملف اللبناني الإسرائيلي على طاولة المفاوضات. ويتناول المساعي الفرنسية للتوافق على أرضية مشتركة من أجل تخفيف الاحتقان في الملف النووي الإيراني، والبناء على ما حققته المبادرة الفرنسية خلال اجتماعات مجموعة السبع في بياتريس من أجل تقارب أمريكي إيراني، وترجمة المقترحات التي طرحها الرئيس الفرنسي. وفي مقاله يسأل تويني هل ستتمكن باريس بدبلوماسيتها وثقلها الدولي من لجم الطرفين وتوفير الشروط الضرورية للقاء رئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني من خلال تخفيف العقوبات النفطية جزئيا لفترة محددة في مقابل التزام طهران الاتفاق النووي وقبول التفاوض بشأن برنامجها النووي وسياستها الإقليمية. ونبقى في النهار، إنما في موضوع آخر، حيث عنون هشام ملحم مقاله ترامب يريد إنهاء أطول حرب في تاريخ أمريكا. ويرى أن الأمر المؤكد هو أن الرئيس ترامب الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحروب التي لا نهاية لها في أفغانستان والعراق يريد تسوية سريعة تسمح له بالقول للناخبين الأمريكيين إنه نفذ وعده، وعلى الأقل بدأ بعملية إنهاء أطول حربين في تاريخ البلاد أفغانستان والعراق. ويلفت ملحم إلى أنه بحسب استطلاعات الرأي فإن ترامب سيخسر الانتخابات إذا أجريت اليوم. ويعتقد ترامب أن سحب القوات الأمريكية من مناطق النزاع ومن بينها أفغانستان سوف يساعده في معركة انتخابية يدرك جيدا أنها ستكون أصعب بكثير من معركته السابقة ضد هيلاري كلينتون في العام 2016. كان هذا كل شيء من لبنان. نشكر حسن متابعتكم. عودة إليك رايا. شكرا للزميلة زينة عبد الصمد على جولة الصحف اللبنانية. وإلى الصحف المصرية والزميل أشرف المبيض. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك رايا وفي السادة المشاهدين في جولة مع الصحافة المصرية لهذا اليوم، والبداية مع صحيفة الأهرام. والتحذير من عودة تنظيم القاعدة الإرهابي إلى الساحة الدولية بقوة في وقت يجري الحديث عن تدهور الحالة الصحية لزعيمه أيمن الظواهري، الكاتب وحيد عبد المجيد يتساءل في مقاله مرحلة انتقال. هكذا أصبح السؤال عمن يخلف الظواهري أكثر صعوبة، إذ لا تتوافر معلومات يمكن الوثوق بها عن طبيعة العلاقات بين عناصر الحلقة الضيقة التي تحيطه، ومدى قدرة ما يسمى مجلس شورى التنظيم على حل خلافات قد تظهر بينهم.
غير أنه أيا يكون من سيتولى قيادة القاعدة، فالأرجح أن خطر هذا التنظيم سيزداد في إطار خريطة جديدة للإرهاب ينبغي أن تكون محل اهتمام متزايد في الفترة المقبلة. ونبقى في صحيفة الأهرام وموضوع آخر ومقال: لماذا تهاجر عقولنا المبدعة؟ عن ذلك تقول الكاتبة سهيلة نظمي: إن 70% من علماء العرب الذين يتدربون في الغرب لا يعودون لأوطانهم، مما يؤدي إلى سنوات من تجميد تنمية وتطوير الجامعات الوطنية وتفكيك الروابط اللازمة بين العلم والإنتاج. وفي ظل هذه الظروف تواجه السياسة العلمية العربية خطر الإخفاق في تحقيق هدفها بتنمية البحوث وربطها بالإنتاج، لأن العقول المبدعة هي أصل كل تطوير ودعامة أي تنمية، وهم النخبة المؤهلة على أعلى المستويات أو على أعلى مستويات المهارة، وهم المخططون والمجددون والقادة في مجالات الحياة المختلفة، وقيمتهم تتجاوز حسابات الجنيه والدولار واليورو. وبالانتقال إلى صحيفة الجمهورية، ودعوة لبذل المزيد من الجهود المصرية للاستثمار في القارة الإفريقية في كافة المجالات. الكاتبة ليلى جوهر في مقالها أفريقيا وأفاق التنمية تقول: على مستوى السياسة الخارجية يجب توحيد الرؤى السياسية لتشكيل قوة ضغط في المحافل الدولية لصالح القضايا الأفريقية. وبالنسبة للاستثمار يجب زيادة معدل الاستثمار والاستفادة من رؤوس الأموال في تنمية القارة الأفريقية، وأيضا التعاون في مجالات الإعلام لمعرفة تاريخ وثقافة الشعوب لزيادة الأواصر بين الشعوب الأفريقية، وإقامة مؤتمرات لبحث أوجه التعاون المشترك من أجل حياة أفضل. إلى هنا، شكرا لك رايا من القاهرة، إليك في رام الله. شكرا للزميل أشرف المبيض على هذه الجولة في الصحف المصرية. وبهذا مشاهدينا ننهي جولة الصحف العربية، نذهب إلى فاصل ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى آخر محطات برنامج متن الخبر لهذا اليوم إلى الصحف العالمية، حيث تصدر خبر اجتياز النواب المتمردين في حزب المحافظين ونواب المعارضة بنجاح المرحلة الأولى في طريقهم إلى سن قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. صحيفة الواشنطن بوست سلطت الضوء على ذلك وتطرقت إلى هذا الموضوع في تقرير عنونته: هزيمة كبرى لرئيس الوزراء البريطاني بينما يستغل المشرعون أجندة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فتقول مشاهدينا الصحيفة الواشنطن بوست: في يوم من النكسات المهينة تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لهزيمة كبيرة في البرلمان مساء الثلاثاء، حيث صوت المشرعون المتمردون على السيطرة على أجندة خروج بريطانيا، مما دفع رئيس الوزراء المتعثر إلى القول أنه سيدعو لإجراء انتخابات عامة جديدة. فقد صوت مجلس العموم بواقع 328 صوتا مقابل 300 لصالح سيطرة النواب على إدارة عملية البريكسيت، ويمكنهم بذلك سن قانون يأمر بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا تمتع جونسون بشهر عسل قصير منذ توليه السلطة في يوليو. فقد انتهى الأمر فجأة يوم الثلاثاء عندما واجه أول تصويت له في ذلك وهزيمة مذهلة في البرلمان. وتضيف مشاهدينا الواشنطن بوست في هذا السياق: لا يوجد بعد أي وضوح حول كيف ومتى ستترك بريطانيا كتلة الاتحاد الأوروبي المزدهرة، حيث تقترب عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذروتها بعد أكثر من 3 سنوات من التصويت الأصلي للمغادرة. من شأن انتخابات جديدة، تقول الصحيفة، أن تمهد الطريق لمعركة وحشية حول ما إذا كان الناخبون يفضلون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا صفقة أو المزيد من المفاوضات أو ربما إجراء استفتاء جديد حول مسألة مغادرة الاتحاد الأوروبي بالكامل ونجاح عمليات البريكسيت
بالتالي. نبقى مشاهدين في السياق ذاته، ولكن من صحيفة الجارديان التي سلطت الضوء أيضا على هذا الموضوع ونشرت في افتتاحيتها: جونسون يريد انتخابات للبقاء في منصبه. فتحدثت مشاهدين الصحيفة عن حملة جونسون الانتخابية، تقول فيها إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يريد انتخابات للبقاء في مركزه، ولا يعمل هذا من أجل مصلحة بريطانيا. وتشير الصحيفة إلى أن الحكومات منذ عام 2016 كانت مدفوعة بتناقض الرئيس في البريكزت، وهو الثمن الاقتصادي الذي يجب على بريطانيا دفعه من أجل استعادة السيطرة على حدودها. وتلفت الصحيفة أيضا مشاهدينا في هذه الافتتاحية إلى أن جونسون يعد آخر المجانين حتى هذا الوقت، فهو يستخدم إرادة الشعب لتبرير استبدال رقابة البرلمان بالضغط والإكراه. ولم يحصل جونسون على السلطة إلا من خلال موافقة ثلثي أعضاء حزب المحافظين الذين اختاروا أسوأ وزير خارجية في الذاكرة الحية على خليفته جيرمي هانت. وأخاف الكثيرون من عملية الاختيار منذ أن اختار كاليغوالا حصانه مستشارا له. وتقول أيضا مشاهدينا الافتتاحية في هذا السياق: يبدو جونسون الأكثر تنظيما وشراسة من معارضيه، فهو لو استطاع فإنه سيقدم للنواب خيارا للخروج من الاتحاد الأوروبي من خلال التفاوض أو دون صفقة، وبعدها ستغادر بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر تشرين الأول بالحق أو بالباطل. ولو حاول نوابه إجباره على الطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيلا لمدة 3 أشهر لتكون موعدا جديدا للخروج، فإنه سيقوم بحرمانهم من الترشح مرة ثانية. على حزب العمال دعم النواب المحافظين المتمردين ليس لأن البرلمان صوت ضد الخروج المدمر من البرلمان. وترى الصحيفة أن استراتيجية جونسون تقوم على حماية وظيفته وليس لبريكزيت، فهو يقدم نفسه على أنه رجل عقلاني ويصف معارضيه بغير العقلانيين، ويطرح نفسه بصفته حامي حمى بريطانيا ضد داعين للبقاء في البرلمان. ومن على عتبة مقر الحكومة دعا النواب لعدم التصويت مع المعارضة وهدد بقطع الأرجل، إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي يقولون أنه لم يبقى هناك شيء للحديث عنه. إذا مشاهدينا كانت هذه افتتاحية صحيفة الجارديان. وإلى موضوع آخر، وفي إطار جولة الصحف العالمية، حيث دخلت المظاهرات الاحتجاجية في هونغ كونغ دخلت أسبوعها 14 على التوالي، وشهدت المدينة أسوأ أعمال عنف منذ انطلاق الاحتجاجات في حزيران الماضي بسبب مشروع قانون يسمح للحكومة المحلية بتسليم مطلوبين للمحاكمة في الصين. في هذا السياق مشاهدين، عنوان الكاتب نيكولاس كريستوف في صحيفة نيويورك تايمز مقاله: هونغ كونغ تلعب التنس بالقنابل المسيلة للدموع. وهنا مشاهدين يقول الكاتب أن المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في احتجاجات هونغ كونغ المتواصلة منذ أسابيع يصدون القنابل المدمعة التي تلقيها شرطة مكافحة الشغب تجاههم بمضارب لعبة التنس، إلا أن لاعبي تنس من المتظاهرين قاموا بإحضار مضاربهم وقاموا بإعادة قنابل الغاز التي يطلقها عناصر الشرطة تجاههم. ويضيف الكاتب أنه عند نهاية الفوضى التي تسود أثناء الاشتباكات مع الشرطة، يقوم المتظاهرون بجمع القمامة من ساحة المعركة، ويكون المسعفون على أهبة الاستعداد لمساعدة المصابين، وتفسح الحشود المجال أمام سيارات الإسعاف لنقلهم. ويرى أيضا الكاتب أن العنف من جانب المتظاهرين يعد خطأ يزيد خطر اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، لكنه يقول إن الأغلبية العظمى من المتظاهرين لا يستخدمون العنف ويتوقون ببساطة للتمتع بحرية مطابقة لحداثة مدينتهم. ويحذر أيضا مشاهدينا الكاتب في هذا المقال، يحذر من احتمال نشر الشرطة المسلحة الشعبية وهي قوة شبه عسكرية لسحق الاحتجاجات، ويقول إن هذه المدينة العظيمة قد تكون عند نقطة تحول، وينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة العالم التوضيح للرئيس الصيني حول هذا السياق. مشاهدينا، وبهذا ننهي جولة الصحف العالمية. إلى الكاريكاتير المختار لهذا اليوم لنتابع.
مشاهدينا انتهت حلقة متن الخبر لهذا اليوم، دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.